جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أراد الشخص أن يتزوج لكن أبو البنت عنده بعض البدع والبنت مستقيمة، هل يجوز عقد النكاح منها مع هذا الأب أو لا يجوز؟ إذا كانت البنت صالحة ومستقيمة فلا بأس بالزواج منها، وإن كان أبوها عنده شيء من الخطأ أو من بعض البدع، فما دامت البنت مستقيمة وصالحة وهي على أخلاق طيبة ومستوى حسن فلا بأس أن يتزوج بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم.